خادم الحرمين الشريفين يراس جلسه مجلس الوزراء. سمو ولي العهد والرئيس المصري يبحثان هاتفيا مستجدات الاوضاع في المنطقه. الجيش الوطني اليمني يواصل تقدمه في جبل مران بعد معارك عنيفه مع الميليشيا الانقلابيه. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السادسه مساء بتوقيت مكه المكرمه اهلا ومرحبا بكم في نشره المسائيه من قناه السعوديه. راس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله الجلسه التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجده. وفي مستهل الجلسه اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اجتماعه مع فخامة الرئيس آسياس أفورغي رئيس دولة أريتريا ودولة رئيس وزراء أثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي لتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية أثيوبيا ودولة أريتريا وأعرب أيده الله عن تهنئة البلدين على هذا الإنجاز وتمنياته أن يكون في توقيع الاتفاقية اساس قوي لتوثيق عرى التعاون والصداقه بينهما، مما يحقق الامن والاستقرار لهما، وينعكس ايجابا على امن واستقرار المنطقه. كما هنأ حفظه الله دولتي جيبوتي واريتريا على اللقاء التاريخي بينهما في مدينه جده، الذي جاء استجابه لدعوته رعاه الله، متمنيا للدولتين المزيد من الامن والازدهار والاستقرار. ثم أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة رئيس جمهورية جيبوتي ومضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من فخامة رئيس جمهورية جامبيا واستقباله معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريس وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عددا من التقارير عن تطور الاوضاع في المنطقه والعالم، ورحب بتوقيع اتفاقيه جده للسلام بين اريتريا واثيوبيا برعايه خادم الحرمين الشريفين وحضور سمو ولي العهد. وافاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد ان مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجه على جدول اعمال جلسته. ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في المملكة وموريتانيا للتعاون في المجال الصحي. ثانياً، الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارتي المالية في المملكة والعراق. ثالثاً، الموافقة على التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات رابعا وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من حمد بن علي الشواعر وإحسان بن عباس بافقيه وسعيد بن محمد الغامدي أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة العامة للعقار في مجلس إدارة الهيئة مدة ثلاث سنوات خامساً الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في نظام التقاعد المدني حتى سن السبعين عاما، وذلك وفقا للشروط الواردة في القرار. سادسا: قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل اذا ثبت ان تأخر تجديد اقامة العامل كان بسبب تاخر الدوله في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تاخر صرف مستحقاته سابعا الموافقه على ان يصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفه الاستهلاك الرشيد للمياه ويكون الصرف شهريا وبحسب الاجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء ثامنا قرر مجلس الوزراء إجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، وتعديل المادتين الثالثة عشرة والسابعة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري. تاسعاً، وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي. واحد، ترقية حسين بن شويش بن حسين الشويش إلى وظيفة مستشار اقتصادي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية اثنان ترقية عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن العريفي إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية ثلاثة ترقية علي بن عبد الله بن سعد الحمدة إلى وظيفة مستشار اقتصادي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية أربعة ترقية عبد الرحمن بن راشد بن محمد الحمد إلى وظيفة مستشار تخطيط بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط خمسة ترقية المهندس فهد بن عبد الله بن عبد العزيز النويصر إلى وظيفة مستشار مشاريع بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية ستة ترقية عبد الله بن محمد بن مهنا المهنا إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام. سبعه ترقيه عبد الله بن ابراهيم بن حسين القصيبي الى وظيفه مدير عام مراقبه الايرادات بالمرتبه الرابعه عشره بوزاره الماليه. ثمانيه ترقيه محمد بن عبد الكريم بن محمد العبد الكريم الى وظيفه مستشار مالي بالمرتبه الرابعه عشره بوزاره الماليه. تسعه ترقية سعد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المقبل إلى وظيفة مدير عام مطابع الحكومة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية عشرة ترقية عبد الرحمن بن عبد الله بن فضل الدعفس إلى وظيفة رئيس قطاع بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وقد احاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما راى. جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائيه واستعراض الاوضاع في المنطقه والتاكيد على عمق العلاقات وسبل تنميتها في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين رعى صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخليه مساء امس حفل تخريج طلبه الدوره التاهيليه السابعه والاربعين للضباط الجامعيين وطلبه الدفعه الرابعه من طلبه البرنامج الاكاديمي الامني للابتعاث الخارجي وذلك في استاد الامير نايف بمقر الكليه في الرياض. وفور وصول سمو وزير الداخليه عزف السلام الملكي ثم استعرض سموه حرس الشرف. وقد بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى مدير كلية الملك فهد الأمنية لواء الدكتور علي الدعيج كلمة بين فيها أن عدد الخريجين بلغ 1350 خريجا اثر ذلك القيت كلمه الخريجين ثم شاهد سمو وزير الداخليه والحضور فيلما وثائقيا يحكي مسيره 85 عاما على نشاه كلية الملك فهد الامنيه ثم تقلد سمو وزير الداخليه شعار المناسبه. بعدها بدا العرض العسكري والتشكيلات العسكريه. اثر ذلك اعلنت النتيجه العامه للدورات حيث كرم سمو الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف اوائل الخريجين والسرايا الفائزه برايات التفوق كما كرم سموه ابناء واشقاء شهداء الواجب من الخريجين واولياء امورهم ثم التقطت الصور التذكاريه لسموه مع الخريجين بهذه المناسبه التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس وأعضاء جمعية كافل للأيتام وذلك بمناسبة حصول أيتام البلد الحرام على المركز الثاني في الأولمبياد الوطني الأول لجمعيات الأيتام بالمملكة الذي أقيم مؤخرا في عسير وهن آمير مكة المكرمة الأيتام الفائزين متمنيا لهم التوفيق والنجاح وحصد المزيد من الجوائز كما التقى امير منطقه مكه المكرمه مدير جامعه ام القرى الدكتور عبد الله بافيل يرافقه عدد من الوكلاء واكد الامير خالد الفيصل خلال اللقاء اهميه الارتقاء بالبيئه التعليميه والاكاديميه بما ينعكس ايجابا على المخرجات التي سيكون لها الاثر الكبير في النهوض بالوطن في مختلف المجالات. واستعرض الامير خالد الفيصل المشاريع التطويريه التي تنفذها الجامعه في مقرها الرئيس بمكه المكرمه وافروعها في المحافظات التابعه لها والتي تشمل تطوير المباني وتهيئه المرافق بما يضمن توفير البيئه التعليميه المناسبه للدارسين والدارسات. التقى صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بدر بن عبد العزيز امير منطقه الرياض الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة شل للخدمات العالمية المحدودة أندروكر ومدير عام شركة شل في المملكة والبحرين محمد زميع وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع الشركة في المملكة وخاصة منطقة الرياض والمشاريع المستقبلية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 استعرض صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية فعاليات اليوم الاحتفاء باليوم الوطني بالمنطقة جاء ذلك خلال مجلس الأثنينية الأسبوعي والذي استضاف مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية والمشاركين في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة واستمع الأمير سعود بن نايف إلى نبذة عن استعدادات امانه المنطقه لليوم الوطني وما عدته من فعاليات بالشراكه مع الجهات الحكوميه والخاصه من ابرزها تهيئه المواقع للزوار والسائحين وتجهيزها بالكامل حيث ستحتضن الالعاب الناريه وعروض الضوء والليزر والعروض الجويه والشعبيه وعددا من الفعاليات الاخرى وتخلل اللقاء مداخلات لمسؤولي الامانه ومجلس التنميه السياحيه حيث اشاروا الى ان احتفاء المنطقه باليوم الوطني للمملكه سيكون تحت شعار الوطن كلمات تتردد واعمال تتجدد. راس صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جده رئيس المجلس المحلي لتنميه وتطوير محافظه جده اجتماع المجلس للعام الحالي. وناقش المجلس دراسه بناء المزيد من المراكز الصحيه في احياء المحافظه حسب الاحتياج، كما استعرض المجلس خدمات الشؤون الصحيه بمحافظه جده، والهيئه العامه للهلال الاحمر بمنطقه مكه المكرمه، واداره التعليم بمحافظه جده، مشددا على اهميه بذل الجهود لتقديم افضل الخدمات للمواطنين في كافه المجالات، في سبيل تحقيق تطلعات القياده. بارك صاحب السمو الامير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد امير منطقه نجران تكليف فهد بن سعيد عقاله مديرا لاداره التعليم بمحافظه شروره واطلع سموه لدى لقائه مدير عام التعليم بالمنطقه الدكتور محسن حكمي ومدير تعليم شروره على الخطه التنفيذيه لتاسيس اداره التعليم بالمحافظه ومراحل تسكين القوى البشريه والماديه بها. رعى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز امير منطقه الباحه بالاماره اليوم توقيع خمس اتفاقيات بين الاماره وجامعه الباحه وامانه المنطقه وذلك مع مؤسسه المناهل الخيريه وشركه عيادات الاعمال حيث تهدف الاتفاقيات الى اقامه شراكات اجتماعيه وتنمويه تتضمن دعم شباب وفتيات المنطقه ومشروعاتهم وبارك الامير حسام بن سعود تلك الاتفاقيات التي سيكون لها الاثر الايجابي على المنطقه واهلها مشيدا بمضمونها ومحتواها وفائدتها من خلال الشراكه المجتمعيه قدم صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز امير منطقه المدينه المنوره شكره وتقديره للحجاج زوار المسجد النبوي الشريف على دورهم في انجاح حج هذا العام. جاء ذلك خلال حفل تكريم الجهات المشاركه في اعمال حج هذا العام. ونقل الامير فيصل بن سلمان خلال الحفل شكر حكومه خادم الحرمين الشريفين للجهات الحكوميه والاهليه المشاركه باعمال الحج لجهودها الملموسه في حج هذا العام. في ظل توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة مما كان له الدور الرئيس في تأدية ضيوف الرحمن نسكهم بأمن وطمأنينة وبخدمات مميزة على أرقى مستوى مبينا أن ذلك يأتي استمرارا للنجاحات التي تحققها المملكة سنويا في الحج دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف عددا من المشاريع بجامعة الجوف المزيد في هذا التقرير أكثر من نصف مليار ريال هي قيمة المشاريع التي دشنتها جامعة الجوف، التدشين جاء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير المنطقة، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، حيث شمل التدشين مشروع كلية علوم الحاسب والمعلومات، ومبنى العمادات والمراكز، وقاعة المؤتمرات المتوسطة، وقاعة الاستقبال والضيافة، ومبنى إدارة المستودعات وملحقاته. أيد تبني هنا وأياد تحمي هناك والحمد لله لهم كل الشكر لولا العطاء لولا الدعم في ميزانيات هذه الجامعة لما رأينا هذه المنشآت التي ترونها أمامكم ولكن الحمد لله كل جزء من هذا الوطن الغالي يجد اهتماما خاصا وكأنه هو الجزء الخاص لدى خادم الحرمين الشريفين ولي عهده اهتمامه ومتابعته هذه المشاريع تمثل جزءا من مسؤوليه الجامعه تجاه الوطن وذلك بما يتواكب مع تطلع القياده لتحقيق رؤيه المملكه 2030. للسعوديه عمر الرويلي الجوف. مشاهدينا الكرام نشرتنا مستمره وفيها بعد الفاصل. لخدمة الاشقاء السوريين تدشين مركز سعودي لخدمة المجتمع التعليمي والتدريبي بمخيم الزعتر. اهلا بكم من جديد، تسلم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز امير منطقه جازان بالنيابه التقرير السنوي لسجون المنطقه والادارات التابعه لها. واطلع الامير محمد بن عبد العزيز بل اطلع سموه خلال لقائه بالاماره لمدير سجون المنطقه العميد عيض المالكي اطلع على عرض للمشاريع المنفذه خلال العام الفائت الى جانب الجهود التي قامت بها اداره سجون المنطقه والوحدات والشعب والشعب والاقسام التابعه لها في مدينه جازان والمحافظات والمراكز التابعه للمنطقه لخدمه النزلاء بتلك السجون أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية السبخة التابعة لمحافظة صبيا صلاة الميت على الشهيد العريف أحمد بن محمد حسن طماح أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بمنطقة جازان. ونقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو أمير منطقة جازان لذوي الشهيد سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية خلال لقائه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمر باناجة اطلع على أبرز الفعاليات التي ستقيمها الهيئة للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني في محافظات المنطقة ختاما مشاهدينا الكرام نشكركم على طيب المتابعه في امان الله